طبعا اهلا فيكم اصدقائي، اصدقاء قناة جود توينز. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اصدقائي، ان شاء الله موضوعنا اليوم حابب يعني في هذه الحلقة خلينا اوصل رسالة، خلينا اتكلم لك عن قصة شهيد، شهيد حقيقي. طبعا هذا شهيد يا جماعة اسمه سائد. الغاية من اني بدي اوصل القصة هذه انه انطلب مني هذا الاشي، ان اوصل لك قصة شهيد. طبعا إن هذا الفيديو مش طالب منك انك تنقر على اعلانات او تعطيني ربح او انا بدي بالذات في هذا الفيديو فقط انك تقرا الفاتحه. حابب انه هذا يكون الفيديو، خلينا اقول لك، عزاء لهذا الشهيد. طبعا في احنا عندنا اكثر من 30 الف شهيد او 40 الف شهيد ما نعمل لهم عزاء. طبعا الشهيد مش محتاج منك اي حاجه غير دعوه، وانا حابب يعني اوصل لك صوره او اطلب منك الدعوه، كلمة الله يرحمه، تقرأ الفاتحة على روحه. حابب بدأ الفيديو أقدمه لأهله، زين؟ فهذا هو المطلوب مني. على فكرة أنا قاعد بسجل الحلقة هذه والأجواء حاليا في قطاع غزة بالذات خاص نص عنا فوق ما تتخيل مرعبة. القصف حاليا شغال في كل مكان، الزنانات ما بقى في صوتها، واحتمال وأنا بسجل في الحلقة زي ما أنت سامع هتسمع شوية قنابل وقذايف ممكن تكون موجهة علي أنا شخصيا، يعني ممكن استشهد وانا اساسا قاعد بكلمك عن قصه شهيد. المهم هالوقت انطلب مني من اخوه اني احكي قصه هذا الشهيد على اساس انه ما في حدا اخذ بالعزاء، لانه احنا اساسا في حرب يا جماعه. طبعا عيلته عيله كبيره جدا وما شاء الله قد حالها واصلهم بدو، تمام؟ فانا حبيت ان اروي قصه تبعته عشان تدعوا له بالرحمه ونقرا الفاتحه ارواح الشهداء مش بس عليه هو. طبعا يا جماعه انتوا زي ما قلت عارفين في كتير شهداء استشهدوا، كل شهيد منهم كان له حلم، كان في عنده وجع، كان في عنده شيء أمنية نفسه يحققها. وأنا بناء على الإشي هذا حابب أحكي لك قصة هذا الشهيد. طبعا هذا الشاب يا جماعة اسمه سائد، عمره يعني أنا متأكد لو بدي أقول لك عمره هتقول طفل، عمره 17 سنة، مختص بالجرافيك، تصميم الصور، تمام؟ هالوقت في بداية الحرب، أول ما بدأت الحرب يا جماعة، سائد طلع مع أمه وأخوه الصغير وسيده وسته من البيت اللي هم فيه ونزحوا على الصحابة. طبعا هذا الكلام بعد أسبوعين، أول ما بدأت الحرب بعدها بأسبوعين طلعوا على مكان اسمه الصحابة، تمام، وقعدوا غاد زيهم زي الناس. لكن المشكلة أنه سيده وسته يعني كبار في السن بيحتاجوا لعناية لعلاج، فكان من الطبيعي كل فترة والتانية ياخدوهم على المستشفى. وبالفعل أخذوا ستهم وسيدو على المستشفى وطلعوا معهم. طبعا سيدو وستو بكونوا الأم والأب لمين؟ لأمه، زين؟ فأكيد طبيعي سائد يطلع هو وأمه معهم، طلعوا على المستشفى على أساس يعني يتعالج له الحجة والحاج، تمام؟ لأنه ما في أدوية وبدهم يعني عناية. فاللي صار أنه كان هذا الكلام وقتيش؟ يوم الهدنة، فاكرين الحرب لما وصلت لخمسين يوم وصار الهدنة لمدة أسبوع، هذا آخر يوم في الهدنة الكلام، زين؟ قبل شهر 12 بشوي. المهم اللي صار عاد صديقي العزيز أنه تحاصرت المستشفى اليهود أو اخترقوا الهدنة اليهود وحاصر المستشفى الموجود فيها ستة وسيده وموجود فيها سائد الله يرحمه، تمام؟ طيب ممتاز. هالوقت ايش اللي صار بالضبط؟ طبعا لما تحاصرت المستشفى اليهود طلبت من سائد واهله انهم يسحبوا حالهم ويروحوا على دارهم او اقرب مأوى لهم، فكان من الطبيعي يشوفوا اقرب اشي ممكن لانهم تعبانين ومرهقين، واساسا المستشفى اللي وصلوا لها من الصحابة لحتى يصلوا المستشفى بتقدر تقول مسافة حوالي 2 كيلو، مسافة بعيدة جدا، وبدهم يرجعوا تاني؟ لا، طبيعي بدهم يروحوا على منطقة او مأوى اقرب قريب حيكون من المستشفى. فطلعوا على بيتهم الأصلي اللي هم نزحوا منه في الأساس، طلعوا على البيت. طبعا البيت طابق أول، دخل سائد وسيده ودخلت الحجة وإمها أو إمه لسائد والحجة، تمام؟ فسائد وسيده دخلوا اللي هو الغرفة تبعته لسائد. أول ما يدخل سائد الغرفة تبعته هو وسيده، الدبابة تضرب لك أول قذيفة. طبعا اللي صار انه سائد وسيده استشهدوا. طبعا امه لسائد والحجة شافوا المنظر هاد وهم طبعا تصاوبوا يا جماعة، طلعوا من الدار.
وأخذوا في ايديهم الولد الصغير. الولد الصغير ما صار في أي حاجة ساعتها، لكن أمه مع الخوف طلبت منه وقالت له: يما هياك السيارة للجيران، اطلع يا ابني والحقها، روح معهم، احمي نفسك. الولد الصغير سمع كلام أمه وراح على السيارة تبعت الجيران، لسه ما بيدخلها إلا يا سيد العزيز الدبابة بتتواصل مع طيارة مع زنانة وتضرب لك صاروخ زنانة. انقصفت السيارة وصار فيها إصابات والله أعلم، لكن مع مدة ومع الوقت استشهدوا كل فيها. طبعا هيك كانت أجا سيارتين إسعاف مع أن المنطقة مطوقة. سيارة الإسعاف الأولى المنقذ اللي فيها طلع بده ينقذهم ما قدرش. طبعا أنا قصد السيارة اللي دخلها الطفل الصغير أخوه لسائد، تمام؟ فاللي صار أنه استشهد المسعف، ولما استشهد مين لحقه؟ لحقته سيارة إسعاف تانية ونفس القصة. سيارة الإسعاف الثانية اللي لحقت المسعف الأول اللي استشهد كانوا إخوة، الاثنين المسعفين هدول إخوة، برضو الثاني استشهد. تخيلوا المنظر كيف. فالأم شافت ابنها اللي استشهد مع أبوها، وشافت ابنها اللي استشهد مع الجيران. تخيلوا اثنين من أولادها استشهدوا في نفس اللحظة، هي في نفس الساعة يا جماعة. طبعا الأم تنزف وأمها برضو بتنزف، ضلهم ينزفوا يمكن لحد العصر، ما أجاش مخلوق يقدر ينقذهم لأن المنطقة مطوقة أمنيا، ما في أمل. فللأسف الأم وأمها برضو استشهدوا، شافت أولادها كلهم بموتوا وتوكلت على الله، هي الله يرحمها. طبعا هذه هي قصة سائد اللي حبيت أن أحكي لك إياها. سائد بكون أبوه يعني متجوز تنتين، وهذا من الأم الثانية. طبعا الأم الثانية استشهد ابنها، وابنها الصغير برضو استشهد، ما ضل حدا، تراحت العيلة هذه. الله يرحمهم أحسن من كل شيء. أنا اللي بطلب منك بس في هذه الحلقة أنه تدعي لهم، تقرأ فتحة على الروح لسائد، لأنه عن جد شاب جدع وبيستاهل أن أتكلم عنه. طبعا سائد زي ما قلت لك أبوه بكون متجوز تنتين، وهذه هي الأم الثانية. فالأم الأولى برضو في إلها ولد اسمه عبود أو عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا بكون أخوه لسائد لأنه من نفس الأبو. لما سمع أن أخوه استشهد يوم 2/12، تمام، قال بده يدفن أخوه، بده يطلع على الصحابة على أساس يشوف إيش القصة بالضبط، ما طلع بإيده ينجب أو يجيبه لأنه عن جد المنطقة كانت محاصرة بمعنى الكلمة. طبعا يا جماعة السائد وأهله اللي استشهدوا كلهم انجابوا بعد شهر كامل، يعني جثثهم اتحللت بشكل كامل، ما اخذوا منهم الا عظم، التم كوم هالعظم في حرام ونحط تحت درج لبيت لاسبوعين كاملات. هذا بعد ما تحللت الجثث تبعتهم، نحطوا تحت درج مدة اسبوعين، وبعد هيك اندفنوا في منطقة او في مقبرة الصحابة، في قبر خلينا اقول لك يمكن نص متر، كلهم الحج والحجة وامه لسائد وسائد نفسه والطفل الصغير. تخيل، تخيل كيف بشاعة أنا اللي بوصف لك إياه، كلهم في قبر جماعي واحد وحجمه يمكن نص متر وقضاهم، لأنه زي ما قلت لك جثث متحللة بمعنى الكلمة شهر نص وهم في الهواء. عبود هذا أخوه الثاني، تمام، اللي من أبوه استشهد بعده بيومين. سائد استشهد يوم 2/12/2023، أما عبود استشهد يوم 4/12/2023. طبعا كان هدف عبود أنه ينقذ أخوه أو يأخذ أخوه يدفنه، هذا الهدف الأول له. وكان الهدف الثاني وهو الأهم أنه يجيب طحين عشان يطعم أهله. طلع على مدرسة الدرج لما الناس أخلت منها، أتوقع أنه في غدا طحين، وكان في قصف ساعتها لشركة ضمان، شركة كبيرة، مع قوة القصف في الجو يمكن 7-8 متر طلع ونزل ميت. طبعا الله يرحمه أحسن من كل إشي. المطلوب منكم يا جماعة نقرأ فاتحة على هدول الاثنين بصلاة محمد، وهنا بحلفك بكتاب الله إن سمعت الحلقة هذه توصل هذا الفيديو لكل شخص بتعرفه، بدي تشارك هذا الفيديو، بدي ينقرأ الفاتحة وينكتب تعليق، بدي أمهم تقرأ وأبوهم يقرأ تعليقات الناس، ينبسط إنه ابنه انعمل له عزاء على اليوتيوب وكل الناس عرفت في قصته. طبعا أتمنى منكم هذا الإشي يا جماعة، كل التحيات والله يرحم موتانا.
سلام عليكم.